مع إخضام موسم الحج هذا العام لحجيج تشاد، والذي تميزه بنجاح مميز سيما في مجال توفير الوجبات الغذائية ومياه الشرب وغير ذلك من نشاطات إرشادية لجمعية الرسالة الخيرية التي تضم 30 عضوا من أبناء الجالية التشادية بالسعودية التي ساهمت بها بجانب اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة. واجبنا نحن نكون هنا في المملكة العربية السعودية أن نقدم ونساهم ونكون عونا بعد الله عز وجل بتنسيق تام وكامل مع البعثة التشادية. تحدث في نفس هذا الإطار المشرف العام لهذه الجمعية: حقيقة تعجز الكلمات من أن تعبر هذا التعبير الذي يليق بهذه الجلسة المباركة، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أيضا إدارة بعثة الحج وفي جميع القطاعات التي قامت بتنظيم هذا الحج. هذه المساهمة بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تندرج ضمن مساهمات كل التشادين في إطار الجمهورية الرابعة. الآن نحن ندخل في الجمهورية الرابعة، وهذه الجمهورية الرابعة تتطلب من كل التشاديين الموجودين في الخارج والداخل أن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة الوطن، ودولة تشاد الآن تحتاج إلى شباب كأمثالكم ليقدموا لها الخدمات. إن وقوف الجمعية بجانب اللجنة منذ وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن لقد ترك انطباعات جد جيدة لدى اللجنة. منذ ما نحن وصلنا في هذا البلد جاءت الرسالة واقفة ليل ونهار مع ضيوف الرحمن، مع إخواني المتشاركين، مع قصر، مع شرب، أسير، أغذية، حدايا من كتب، من سجادات، من كل شيء. تميز الحفل بتقديم كميات كبيرة من الهدايا الرمزية للحجاج من قبل الجمعية.